بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. إن شاء الله النهاردة في هذا الفيديو هنقول لكم هل التوم يقضي على دهون البطن ولا لا يقضي على دهون البطن، لأن في ناس كثير جدا سألت عن الموضوع ده، والنهاردة هنقول لكم بالتفاصيل إن شاء الله في هذا الفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو وما نطولش عليكم. طبعا زي ما قلنا، هل التوم يقضي على دهون البطن ولا لا يقضي؟ أول حاجة ان هو ماليش دعوه خالص بالبطن، لا يعمل على الدهون اللي جايبه، اللي هي لا يعمل على الدهون لانه ليس له مفيد للبطن ابدا، ليس مفيد للبطن خالص، لا يعمل على الدهون. وطبعا هو التوم ده مفيد للاعصاب وبتقويه وحمايه الجهاز العصبي، مفيد للسرطان، مفيد بيعالج بعض الامراض، ليه افئده كثيره جدا جدا، وليس بيفيد الدهون. طبعا ليس مش بيفيد الدهون ولا يعمل على ازاله الكرش. وبس كده تكون نهايه هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.